بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنكمل الموضوع بتاع السكاشن بتاع الانجينير ماتيريال، يعني ربنا يسهل الموضوع ما طولش نشتغل اونلاين. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن هنشتغل على 3 حاجات اللي هي موجوده في الشيت التاني. عندنا الثيوريتيكال دينيستي واللينير دينيستي والبلانر دينيستي. اول حاجه هنشتغل عليها دينيستي كومبيتيشن، احنا ازاي نحسب الثيوريتيكال دينيستي بتاعت اي ماتيريال موجودة عندنا. احنا عندنا زي ما قلنا في اول سيكشن بتتكون، لو هي كريستالاين بتبقى في الاتوميك الكريستال استراكشر بتاعها بيبقى عبارة عن يونت سيل. اليونت سيل دي بيبقى فيها الكريستال استراكشر واخدة ترتيب او اورينتيشن معين، سواء كانت اف سي سي اتش سي بي او بي سي سي او سيمبل كيوبيك او اي كريستال ايا ما يكن، ممكن ان احنا نحسب لها الثيوريتيكال. القانون ده بيقول ان الكثافة اللي هي رو بتساوي ال n اللي هو number of atoms associated with each unit cell. يعني مثلا لو احنا هنتكلم على اف سي سي هيبقى عندنا مثلا 4 atoms، لو نتكلم بي سي سي يبقى عندنا 2 atoms، لو هنتكلم اتش سي بي يبقى عندنا ايه 6 atoms. على ال a اللي هو الاتوميك ويت بتاع كل عنصر، بيبقى ليه اتوميك ويت اللي هو جرام لكل مول، والفوليوم اوف سيل اللي هو الحجم بتاع الكيوبيك سيل، برضو لو بنتكلم على هي كيوبيك الشكل بتاعها لو كان مكعب يبقى الفوليوم عندنا هيساوي ايه تكعيب. طيب ان ايه دوت الافوجادرو نمبر، وانتوا خدتوه قبل كده في الثانويه العامه، خدتوه في الكيمياء السنه اللي فاتت، بيساوي 6.022 في 10 أس 23 اتومز لكل مول. نبدأ ناخد مسائل نتدرب على الموضوع. حساب الموضوع بيبقى مباشر، يعني يوم ما هيبقى فيه لعب في حاجة في القوانين ديت، مثلا هيبقى هنجيب لك حاجة من الايه من البرامترز بتاعت كل، مثلا اقول لك احسب الفوليوم اوف سيلز بكام، طب النمبر اوف اتومز بكام. زي المثال ده مثال مباشر، مثلا بيقول عندك الايرن هاز بي سي سي كريستال ستراكشر والاتوميك ريديوس، الريديوس بتاع الاتوم بتاعت الايرن 0.124 نانومتر، والاتوميك ويت 85 جرام لكل مول. مطلوب منك الكمبيوت اند كومبير، هتحسب وتقارن الثيوريتيكال دينيستي اللي هي اللي احنا بنحسبها من القانون ده، ونقارنها بالاكسبيرمنتال فاليو فاوند انسايد ذا فرنت كفر. طبعا المسائل اللي احنا جايبينها من مرجع اللي هو الكاليستر، وفي عندك مسائل في الشيت برضه هتلاقي عليها نفس الفكره. مطلوب ان احنا نحسب الثيوريتيكال دينيستي ونقارنها بالاكسبيرمنتال فاليو اللي هي بتاعه الحديد اللي هي 7.2 جرام لكل سنتيمتر مكعب. طيب عندنا القانون بتاعنا، عندنا النمبر اوف اتومز، هنا احنا لو بنتكلم على بي سي سي يبقى النمبر اوف اتومز بتاعنا 2 اتومز لكل يونت سيل. طيب الفوليوم اوف سيل، راجع اول سيكشن هتلاقي ان احنا استنتجنا علاقه ما بين اللاتس بارامتر اي وما بين الراديوس اوف اتوم، وقلنا ان اللاتس بارامتر اللي هو الاي بيساوي 4 ار على جذر 3، يبقى اذا الفوليوم اوف سيل هيساوي 4 ار على جذر 3 الكل تكعيب، هتعوض بيه مباشره في القانون. الافوجادرو نمبر ده ثابت، هو معطى معاك اهو اللي هو 6.22 في 10 أس 23. النمبر اوف اتومز خلاص عرفناه، احنا بنتكلم على بي سي سي. الاتوميك ويت معانا 55 جرام لكل مول، والفوليوم اوف سيل احنا هنحسب بدلاله الار، ده اللي مطلوب مننا في المساله. معوض هيبقى عندك 2 اتوم لكل يونت سيل، 55 جرام لكل مول على 4 في 1.24 في 10 أس 7 سنتيمتر على جذر 3 لكل تكعيب، دوت الفوليوم اوف يونت سيل. هتلاحظ هنا ان هو جه على الريديوس اللي هو الار وضربه في 10 أس سالب 7، ديت عشان نحول من نانومتر، ده هو مديهولك عشان نحول من نانومتر لسنتي متر. طب اللي بيتلخبط، يعني انت بتتلخبط وما بتعرفش تحسب مباشرة من نانومتر لسنتي متر، موضوع يعني تحويلات ما فيهوش اي مشكلة. عندك من نانومتر ل المتر بتضرب في 10 أس سالب 9، طيب من نانومتر المتر في 10 أس سالب 9، ترجع تاني من نانومتر
من متر لسنتيمتر تضرب في 10 أس 2، يبقى المحصلة بتاعتهم 10 أس سالب 9 في 10 أس 2، يبقى المحصلة بتاعتهم 10 أس سالب 7، عشان تحول النانو متر لسنتيمتر. هتلاقي ان عندك في البسط هنا الجرام، والمقام عندك السنتيمتر هنا متكعبة، اتوم لكل مول هنا هتضيع مع الاتوم لكل مول، واليونت سيل ده يعني هيضيع مع اليونت سيل اللي عندك في المقام تحت. هيتفضل معاك هنا ان الثيوريتيكال دينستي بتاعت الاير 7.9 جرام لكل سنتيمتر ايه مكعب. طيب الاكشوال بقى دينستي، الاكشوال دينستي بتساوي دايما في الحديد او في الايرن هتلاقيها 7.2 جرام لكل سنتيمتر مكعب. طيب ليه هنا في فرق ما بين الاكشوال دينستي وما بين الثيوريتيكال دينستي؟ هتعرف بعد كده مع دكتور صالح ان شاء الله ان بيبقى في عندك في الكريستال ستراكشر بيبقى في ديفكتس. مش لازم هتلاقي كل الاتومز بتاعت الكريستال ستراكشر موجوده في الرصه بتاعتها حاجه ايديال، لا ده بيبقى في اتوم مثلا محصول لها حصل فيها ميسنج، بيبقى في الترتيب دوت حصل فيه مثلا ديفكت معين من الديفكتس اللي انت هتعرفها بعد كده، فبالتالي الكثافه دي قيمتها بتقل. اذا هنا هتلاقي ان هنا الثيوريتيكال دينستي اكبر من الايه من الاكشوال دينستي. دي مساله تانية خلاص، بس هيشتغل المره دي على الاف سي سي وعنصر اللي هو الريديوم، ومطلوب منك انك تحسب الراديوس بتاع الايه الريديوم اتوم، ومديك الكثافة بتاعته اللي هي الثيوريتيكال دينستي 22.4 جرام لكل سنتيمتر مكعب. لازم برضو تعمل في اعتبارك التحويلات، تخلي بالك من الوحدات، هنا جرام لكل سنتيمتر مكعب، والاتوميك ويت جرام لكل مول، يعني هنا بالجرام وهنا بالجرام مفيش اي مشكلة. طيب الحساب هيجي منين؟ من قانون الثيوريتيكال دينستي، الرو بتساوي النمبر اوف اتومز في الاتوميك ويت بتاع الريديوم على الفوليوم اوف سيل في الافوجادرو نمبر. طبعا الاف سي سي هنا عندك النمبر اوف اتومز، هنا عندك ايه 4، يبقى الان كده خلاص اتحسبت معاك، مفيش فيها معاك القيمه بتاعتها مفيش فيها مشكله. طيب الاتوميك ويت بتاع الايريديوم هيبقى عندك 22.4 جرام لكل سنتيمتر مكعب. الفوليوم اوف سيل احنا عايزين نحسبه، وبالتالي هنبدا نحسب منه الاتوميك راديوس، الافوجادرو نمبر معطى معانا. طيب هنعمل ايه بقى؟ الفوليوم اوف سيل في الاف سي سي احنا كنا استنتجنا العلاقه بتاعه اللاتس بارامتر والراديوس ان الاي بتساوي 4 على جذر 2 ار، فلما تكعب الرقم ده وما تخليش فيه جذور في المقام بتاعته تلاقي ان الفوليوم اوف سيل بيساوي 16 ار تكعيب جذر 2 اللي هو البي سي، حسبناه بدلاله الار. اللي متلخبط في القيمة بتاعت دي راجع أول سيكشن اللي استنتجنا فيه العلاقة ما بين الـ A و الـ R، راجعها كده هتلاقي إن الـ A بتساوي 4 على جذر 2 R في أول سيكشن اللي استنتجنا فيه العلاقة ما بين الـ Radius والـ Lattice Parameter للـ FCC. طيب هنا هيبقى عندك في المعادلة ديت المجهول الوحيد فيها اللي هو الـ Radius هيساوي الجذر التكعيبي للـ Number of Atoms في الـ Atomic Weight للـ Iridium على 16 رو في الافوجادرو نمبر جذر 2. تحسب دي على الحسب بمنتهى البساطه مفيش فيها اي مشكله، يديك الايه الراديوس بتاع الايريديوم. هنا هتلاقي الوحدات مظبوطه، راجعها دي اتوم لكل يونت سيل مفيش فيها مشكله، دي بالجرام. اهم حاجه عندي الويت او الجرام، الجرام يكون عندي ايه الاتوميك ويت عندك يكون اليونت دي بالجرام، واللاتس بارامتر لو احنا هنتكلم على الكثافة، المرة دي هنتكلم على الكثافة، أو إذا كنا هنتكلم على الفوليوم أوف سيل، يبقى الفوليوم اللي موجود عندك في المقام دوت يبقى بالسنتيمتر مثلا، أو لو هو بالمتر تخلي بالك من تحويلاتك عشان إيه اليونت اللي هتطلع في النهاية. يعني هنا هيطلع من عندك الأتوميك راديوس بالسنتيمتر تكعيب، هتعوز تحوله تضرب في 10^7 عشان يديهولك بالنانومتر لو انطلب إيه منك. طيب اخر مثال على الثيوريتيكال دينستي، بس المره دي هنصعب الموضوع شويه، هنشتغل على الايه على الاتش سي بي. يقول لك الزيركونيوم هاز اتش سي بي كريستال ستراكشر والدينستي بتاعته 6.51 جرام لكل سنتيمتر مكعب. المطلوب منك تحسب الفوليوم في اتش يونت سيل، ومطلوب مدي لك لو السي على الايه اللي هي ريشو بتاعه الاتش سي بي اللي هو الهكسجنال كلوست باكنج، لو الاتش السي على الايه ريشو بتاعتك ب 1.593 compute the value of C and A، احسب الفاليو بتاعت السي
وبتاعت الايه الايه،